على خلاف كل التوقعات والتسريبات، تحالف أوبك بلس يثبت سياسته الإنتاجية بالاتفاق على ضخ معروض نفطي إضافي بواقع 400 ألف برميل يومياً. الشهر المقبل ما أن ظهور المتحور الجديد كذلك بعض الإجراءات لوضع الكميات واستعمال كميات المخزون الاستراتيجي العالمي للنفط اتضح لنا أن السوق مرنة وأساسية السوق مرنة فلهذا كان اتفاق على مواصلة تمديد السوق مواصلة تمديد السوق بكمية إضافية في شهر في ب 400 الف برميل في في اليوم حصه الجزائر من هذه الزياده هي 10000 برميل باليوم لتصل 972 الف برميل باليوم في قرار يبدو مفاجئا للكثير من المتابعين الذين توقعوا دقائق قبيل اجتماع كبار المنتجين بتوجه الكارتل النفطي للتخلي عن سياسته الانتاجيه تحت ضغط المتحور الجديد وضغوط كبار المستهلكين بقياده واشنطن. غير ان التحالف النفطي فضل ان يبقي اجتماعاته مفتوحه فيما يبدو احتمال عقد اجتماع استثنائي قبل لقائه العادي المحدد في الرابع جون في المقبل، رساله يبدي عبرها التحالف استعداده لاقرار تعديلات فوريه على سياسته الانتاجيه. قررنا اننا نبقى في مراقبه السوق وذا 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 واذا واذا اقتضى الامر نتدخل في اي لحظه لكي نرجع نرجع للسوق توازنه ونبقى دائما في مراقبه السوق في المونيتورينغ اللي رانا نعملوا فيه مع كل بلدان الاوبك والاوبك بلوس لاجل موازنه السوق في النفط تحت شعار التريث فضل كبار منتجي النفط في العالم مواجهة مؤشرات تراجع اسواق الخام في انتظار الكشف عن تفاصيل التحقيقات الوبائية الجارية بشأن خطورة المتحور الجديد وتداعياته على الطلب العالمي. قرار زيادة الانتاج يبدو رسالة حسن نية يطلقها التحالف في مواجهة دعوات تجنيب الاقتصاد العالمي انتكاسة جديدة في ظل التعافي الهش بعد نحو عامين من اثار اسوأ جائحة صحية تعصف بالمعمورة منذ نحو قرن.